سمحتي. لك شو عم تساوي؟ كم كتاب حاطه وعم تدرسي فيه؟ كل المواد اللي عندي باخذهم كلياتهم وبحطهم قدامي، باخذ من كل ماده فقره وبركز عليها كثير منيح، هيك بوصل لاخر السنه مركزه على كل المواد ومختصره الوقت. شو رايك فيني؟ ممتازه رائعه. قومي حبيبتي قومي خلينا نبدله. اوف واوف كمان لكن بالبقلك بعد النق اللي نقيتيه بالسوق. جوعانه مشان الله متت من الجوع، بدي اكل. ما كان عم على قلبي واخذت النمره الغلط. هيك لكن طلع الحق علي. ايه خلص اجي لبكره. لا والله ما حذرتي، ما رح نام اذا ما بدلته اليوم. وهون وهي قاعده. ايه بدله معك بشرط. تشتري لي سلطه فواكه؟ ايه امي خلصيني بالغلاظه. بالمكسرات والقشطه؟ لك انه بس فهميني، هذا الاكل كله وين بيروح فيكي؟ لا تاكلي همي، إله مكانه، بعدين كتر التفكير بيحرق وانا بدرس كتير. يا لطيف شو انك انتهازيه وانفلاشيه؟ انفلاشيه؟ وين سمعت هالكلمه؟ هون ساكنة؟ هون. طيب إذا بدك شيء تنتي شيء بس عملي لي هيك تلاقي صبت لعيني غير صبت قدامك مطورة لعبة. ألو؟ خاصة طبعاً بس ما منيح اللي اجيتي بوقتك. الله يخليكي، وصليني على السوق لانه بدي بدل بوطي. كان بودي بس سيارتي هلا ضربتها وهلا اخذتها على التصليح. مضروبه؟ ايه ومين هالابن اللي لك؟ انا شو بك؟ انا الابن اللي ضربتها. خلص عم بقول لك محسوبك بهاء الدين العيسوي ابن محمد احمد الحامد. اختصاصي طبيب نفسي تبع بصلح بشر، بصلحهم هيك فكون شافه شافه وبرجعهم مثل ما هني. خلص هلية برده. شو نسمه؟ هلا صحيح هو اللي ضربها بس هو كمان تكفل بتصليحها. لك يا الله هلا شو مشان البوط؟ لا خلاص يلا انا اللي سببت لها القصه كلياتها. طالما انا اللي سويت لها صار اتحمل كل النتائج. طلعوا معي يلا انا بوصلكم. يلا امشي انت وياه. خدي اختي بعدنا عليك قبل شوي طبيب نفسي هي الكارت تبعك. سكي سكي اذا ما كن مأمنين خذوا. يلا يلا بدكم شيء؟ اطلعوا اطلعوا يلا ديروا بالكم على حالكم. يلا لك استنى لك استنى شوي. يلا اطلعوا يلا اطلعي. انا بعتذر مو صفيان، عندي غير هالنمره بهالمحل. ايه ما بدي. شو يعني؟ يعني شوفي اي بوط بيعجبك لابدل لك اياه. ايه لبنى شوفي اي بوط ثاني. لك صرت حافظه كل الموديلات اللي بالمحل وما عجبني غير هاد. يعني شو بدي اسوي؟ لك خلاص ما بلع لكم صديات لك ما عجب البوط رجع له اياه من عصير. يلا وكيف يعني؟ شو كيف يعني؟ يعني رجعنا مصرياتنا. شلون بدي رجع لك اياهم؟ شوفي شو مكتوب، البضاعة المباعة لا ترد ولا تبدل، هيك قانون المحل عنه. ليه؟ شو قانون عقوبات هو؟ البوطة طلع صغير، تصمده بالبيت تفرش عليه ولا تبدل اياه. ما رح رجعه يعني ما رح رجعه. بعدين حبيبي انت بدك تفتح مخك شوي، انت لازم تراعي الحالة النفسية تبع الزبون هو اللي عم يشتري، فهي لما اشترت البوط كانت بحالة الانجذاب اللاواعي للبوط. يا اخي شو بعمل؟ يعني والله احيانا الواحد بيتلبك، شو فيها؟ اصلا هي الحالات السيكولوجيه المتعلقه بالشحاحين والصرامي والكنادر والشواريخ انت اكبر قدر منتشره كثير ومنتشره وين يا حزرك؟ بدول العالم الثالث ودول العالم تبع الانحياز. وعفوا انت شو لك علاقه بموضوع البوط؟ بسيط معك اللي ما بيعرفك بجهلك. الدكتور بهاء طبيب نفساني مختص بعلم السلوك البشري. وهلا عم اعمل دراسة عن تأثير الشحاحيط والكنادر والصرامي والشاق مسك على التوازن النفسي. حبيبي دكتور لحالك انت، البوط ما رح يرجع يعني ما رح يرجع. شرف قول بالك شو هذا لسقة تتحسن. يا الله لو كانت يعني معنا نسمة شو كان صار؟ ايه مش امشي اصلا ما في غير نسمة. لا لا اسكتي انت. تعالوا لكم شغلة اسمعنا خلينا نحلها بركيك من جرب مع القنوات الدبلوماسية. ايه باين انه ما بمشي معه شيء اصلا مثل ما قالت لبنى غير نسمة ما بترجع البوط. امشي نجيب نسمة بنرجع. امي يلا امشي. يلا خلينا نمشي خذوا غراض. مو اذا بتجيبوا نسمة، اذا بتجيبوا عاصي بحال البوط ما رح يرجع. يلا نشوف. الله معكم. مرني في عندي دواء اذا بدك للصلع بنزل لك شعرك مثل الشلال. خلونا نرجع على البيت احسن شيء. دقيقة سموحة انا كثير معصبة ما بنفش خلقي. لك يخرب بيته وما اوقع هالزلمة بحياتي ما مرق علي هيك واحد. طولي بالك طولي بالك، هذا اكيد انا من تحلياتي النفسيه مصاب بمرض الرهاب الاقتصادي. وشو يعني هذا المرض دكتور؟ هذا المرض ما صار له زمان منتشر بالعالم، يعني فتره هيك عم ينفذ راسه شوي شوي هذا المرض،
هذا المرض له علاقه بانهيار الاتحاد السوفيتي، عرفتي شلون؟ وخلى العالم يصير بس قطب دب شمالي. شو يعني انهيار الاتحاد السوفيتي؟ ليش دخلوا بتبديل البوط؟ دخلوا شو دخلوا بتبديل البوط؟ مال البوط شو عم تحكي انت؟ انهيار الاتحاد السوفيتي خلى العالم يعيشوا ما عاد في امان، صاروا يخافوا، فصار بدهم على لهف عمله. لكن شو القصه؟ هيك القصه والله انه عم يحكي درر يا سميحه. مزبوط دكتور. بعلك شغله ثانيه كمان بتفي على معلوماتي، كمان هذا الموضوع له علاقه بانهيار جدار برلين. لولا انهيار جدار برلين كان رجع لكم البوط مباشره، كان رجعه. ايش حكي؟ يلا تعالوا. ايه دكتور بهاء، شو وين الصبايا؟ هلا وصلتهم على البيت؟ طيب ماشي، يسلموا، شكرا. هاي السمو. هاي، شو صار معكم؟ ما رجع لكم البوط؟ ما رضي يرجعوا. ليش؟ بسبب جدار برلين.